مساء الخير عليكم جميعا. من احد الاسئله اللي جات لي من احد متابعينا في الصفحه: ازاي يا دكتور انا اتشخصت ان انا عندي ثنائي القطب بالرغم ان انا ما جاليش نوبات هوس؟ في الحقيقه النقطه دي شائكه، ويمكن يعني احنا في بوستات كتيره قبل كده قلنا ان ممكن ثنائي القطب يقضي 70% من النوبات بتاعته في الاكتئاب. دي نقطه. تاني حاجه، مش لازم عشان تتشخص ان انت ثنائي القطب ان يكون جالك نوبه هوس. في الواقع في انواع كتيره من الاضطرابات الوجدانيه اللي هي ثنائي القطب بنقول عليها بيبقى طيف من ثنائي القطب، او احيانا في انواع كتيره زي النوع الثاني او الثالث او الرابع، ودي انواع كتيره جدا مش عايز اشغلكم معاها، بس ممكن يكون بيتم التشخيص لان الشخص ده بيجيله زي نوبات شبه هوس، او يومين ثلاثه كده ممكن يحصله، مره كل سنتين ثلاثه، مره واحده في حياته. بيبقى عنده مزاج غير مستقر، بيبقى دايما معاه قلق، بيبقى معاه وسوسه، بيبقى معاه مشاكل في التركيز، بيبقى معاه ممكن احيانا قابليه لتعاطي المخدرات او كده. فدي كلها عوامل بتشير لطيف ثنائي القطب، وده بالاضافه ان لما يبقى الشخص اتعرض للاكتئاب المبكر فدي كلها عوامل اللي هو الاكتئاب المبكر، بمعنى ان هو حصل قبل سن او في السن 18 او قبل 18 سنة، فدي كلها عوامل بتشير ان الاكتئاب ده اكتئاب وجداني من نوعية ثنائي القطب. طيب، في سؤال تاني، وهو ان ازاي يا دكتور انا اتشخصت ان انا اكتئاب مقاوم للعلاج وانا ثنائي القطب؟ في الواقع ان هو يعني لقوا ان نسبة الاكتئاب في ثنائي القطب او الاكتئاب الوجداني المقاوم للعلاج نسبته بتبقى عالية اكتر من الاكتئاب الاحادي المقاوم للعلاج، وده عشان كده كتير من الحالات بتاعت الاكتئاب اللي هي الوجداني او ثنائية القطب بتتشخص على انه هو اكتئاب احادي، وهو بالفعل بعد كده ما بيبقاش تشخيصه كده. فالاكتئاب المقاوم للعلاج ممكن يبقى من الاكتئاب الاحادي او ممكن يبقى من الاكتئاب اللي هو ثنائي القطب. اتمنى تكونوا استفدتوا ورديت على اسئلتكم.